يرجع في الوسط ناحية تياغو موتا، تقريب منه زانيتي، قلع مركز كثير هناك على الجهة اليسرى، توصل لخرجة، خرجة يبحث عن مخرج، وصل على إيتو، ماهوش وضعية تسلل، ترجع لخرجة، هي ممتازة، الهدف، جول حسين خرجة، أول هدف مع الإنتر. إنتر ميلانو في باري متفوق بهدف مقابل صفر بفضل حسين خرجة. لقطة ثنائية ممتازة جدا بينه وبين إيتو صامويل، هذا الذي كان يحلم عندما كان صغيرا بأن يلامس يد اللاعب السابق للبي اس جي ليوناردو، لأنه كان حامل كرات حسين خرجة في باريس عندما كان يلعب باريس سان جيرمان في ملعب الأمراء في باريس، وكان ليوناردو نجما في البي اس جي. ها هو اليوم يكبر وينضم إلى فريق إنتر ميلانو قادما من جنوا، ومدربه اسمه ليوناردو، ويسجل أول أهدافه مع فريق الإنتر في مباراة صعبة قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة. الإنتر هدف بفضل حسين خرجة، باريس صفر. جماهير الإنتر موجودة في المدرجات، ذكر بأن حسين خرجة كان يلعب في جنوا قبل اليوم، يعني قبل أن ينضم إلى فريق إنتر ميلانو في هذا